وما قالت لك إنها ما خلتني؟ فضت لي غرفة عادل الله يرحمه لأقعد فيها وإني قاعدة على قلبكم؟ يا عيني يا الدلال، منيح ما فضت لك غرفتي والله. كأنك مستقل من قعدتي؟ لا، شو هالحكي هذا؟ وهيك؟ اللي بيطلع فيك بيقول اشتقت له قعدة الحبس، فينا نحكي لك اصحابنا يردوك؟ او لك يمكن احسن. كل هالقد ما يزعوج من صاحبتنا يا اسمر. اه يا زلمه، اعوذ بالله، انت خيي ولو لك ما بعرف شو كان صار معي بالحبس. بس انا كل اللي كان بدي اياه اني ارجع لعند امي، ولن تسامحني على كل اغلاطي. بس رجعت لقيت عزيها قايم، حريتي كلها بلا طعمي. طب يلا فردها 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 وقوم معنا شوف. يلا قوم قوم. ما تواخذني، أنا قعدت لوحدي كرمال ما نكد عليك. روح أنت هلا وأنا بسرق بلحقك. ماشي. يا شباب، شو قولكم بعد بدنا نضل اليوم هون؟ بدنا نضل عم نبرم هيك؟ اي والله مثل اللي عم يفتش على قبركم متقش. شو مفكرين هيك؟ ها؟ ليلي وبتقطع؟ لا يا حبيبي، هاي حملة وما حتخلص إلا ما نجيب راسه للكلب. مفهوم؟ يوم يومين شهور سنة ما بعرف. يا خيي ما عندنا مشكلة، بس بنفهم من وين لوين. شباب فاو عم يفكروا ينزلوا صوبنا. شي فاو خي، اذا قعدتنا مطولة هون خلينا نخيم من عسكر. انا من امبارح بلا اكل جوعانين. بتحكي جد؟ ما في صباح الخير؟ نعم، بدو يجي الخير.